سمعت قبل كده عن الجزري؟ أحد أعظم المهندسين والمخترعين العرب والمسلمين في العالم كله، وأول واحد عمل روبوت في التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب دايماً تكونوا بخير وبصحة وتمام. كل عام وأنتم طيبين ورمضان كريم. كلنا عارفين إن التاريخ العربي والإسلامي مليان بعلماء ومخترعين وعباقرة كتير جداً، علموا العالم كله، أبهروا خلق الله في الأرض، وأعجزوا ألسنة البعض عن الرد. والنهاردة هندردش في واحد من أعظم المخترعين والمهندسين العرب والمسلمين اللي علماء أوروبا نقلوا وترجموا كل أعماله. بالعكس هم زعلوا إن ما وصلهمش من أعماله غير اللي وصلهم بس. هو بديع الزمان ابن إسماعيل ابن الرزاز الجزري، أو الملقب بالجزري. اتولد الجزري في جزيرة ابن عمر، واللي بتقع حاليا في الأقاليم السورية الشمالية على نهر دجلة. كان من بدايته مخترع عبقري جدا، ووصل لمرحلة إنه يكون كبير المهندسين في ديار بكر شمال الجزيرة. ونال الجزري رعاية حكام ديار بكر من بني أرطق، ووصل إنه يكون كبير مهندسي البلاط زي ما قلنا. في اختراعات كتير لا حصر لها، وهنتكلم عن جزء منها، بتنسب للجزري، والمصادر التاريخية احتارت من كتر الاختراعات الرائعة بتاعته. إلا إنه الغريب في الموضوع إنه ما كانش هيوصل لنا أي حاجة خالص من الاختراعات بتاعته، لأنه ما كانش مهتم أصلاً بالموضوع ده. أنت متخيل؟ يعني إحنا بنتكلم دلوقتي في مهندس وعالم ومخترع عربي ومسلم ومؤسس علم الروبوتس، المفروض يعني اسمه مقترن بالعلم ده في كل جامعات العالم المشهورة، لكن الموضوع ما كانش في دماغه أصلا. لكن عرفنا كل حاجة عنه من خلال الكتاب اللي كتبه بنفسه، اللي اسمه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. ورغم اني شكك في موضوع الاسم ده، لان الاسامي زمان كانت بتكون كده عبارة عن شعر، الا ان كل المصادر اتفقت في الاسم وهو كذلك. لكن نقدر نقول برضو انه ما كانش فارق معاه انه هو يختار اسم كده يكون شيك او يكون في ساجع كده، او يكون اسم عبارة عن شعر، ترى المحتوى نفسه كان عبارة عن ذهب، وده بالفعل صدق فيه بصراحة. وخلينا برضو نقول ان الكتاب نفسه فيه حواليه شوية حاجات غريبة، زي انه مثلا استمر في تأليفه 25 سنة. ده عمر يا مؤمن ده؟ هل عشان كان صعب؟ اطلاقا، وانما لانه كان بياخد وقته علشان ما بيذكرش فيه غير الحاجات اللي عملها بنفسه. وكمان ما كانش بيفرق معاه انه هو يكتب حاجات مش هتفيد، كان بيدخل في العمل على طول. او زي ما المصادر بتقول ونقتبس، كان الجزري يجمع بين العلم والعمل والتحريض عليه، ويمثل وصفه للالات وصف مهندس مخترع مبدع عالم بالعلوم النظريه والعمليه. وبرضه مصادر تانية كانت بتقول ونقتبس انه كان بيجمع بين العلم والعمل والفن والامتاع والفايده. كان امره بتاليفه وتصنيفه الملك ناصر الدين محمود بن محمد بن قرة، احد سلاطين بني ارطق في ديار بكر ايام الخليفه العباسي ابو العباس احمد الناصر لدين الله سنه 1181 ميلاديه. وعلشان كده كان بيرسم بنفسه وبخط ايده كل مخطوطات الاختراعات اللي عملها، وده اللي خلاها اخذت منه 25 سنه، وصنفها لست تصنيفات. كان المخترع والمهندس الجزري اول واحد دخل فكره الروبوتس. الالات وقتها كانت بتتحرك بالحيوانات، لكنه هو اللي دخل فكره استغلال قوه الميه واستغلال دفع الميه في انه يسخرها في الالات اللي بيعملها. وده ظهر بشكل واضح جدا في معظم الاختراعات اللي عملها اللي كانت ماشيه بنفس المنطلق ده. اختراعات الجزري كانت كتير جدا زي ما قلنا، لكن على سبيل المثال وليس الحصر، في عندك الساعه الشمعيه، واخترع اكتر من ساعه بنفس المبدا، لكن بتمشي بشكل مختلف او بتمشي على نظام مختلف، وهنتكلم عنهم كمان شويه. وفي الجهاز الالي المجدول، وفي الفرقه او اللعبه الموسيقيه، وفي كمان اله رفع المياه، وساحه القلعه التلقائيه، وعامل اليدين المجدول، وكمان خادم الوضوء، وده اسم جدعانه مني بصراحه. كلها تقريبا بتجسد نفس مبدا الروبوتس. وبصراحه حسب اللي مكتوب من اللي هو عمله ومن ستايل التصميمات، هتحس انها الى حد ما كلها ماشيه بنفس المبدا، وده يخلينا نصدق اكتر اللي بيقول ان هو اول واحد عمل روبوت في التاريخ، وكان مبدأه بسيط جدا. حسب اللي اتقال انه بناء على طلب امير ديار بكر، وكان اسمه آمد، اللي طلب منه ان هو يصنع له آلة تغنيه عن انه ينادي للخدم كل ما يجي يتوضا، فما كان من الجزري الا انه صنع له آلة شبه الخادم، في ايده اليمين ابريق او شفشه، وفي ايده الشمال فوطه، لما يجي وقت الصلاه بيقرب منه يصب له الميه بمقدار معين، وبعدين يديله الفوطه، وبعدين يرجع يقف في مكانه تاني. اما موضوع بتحصل ازاي فاختلف فيها العلماء، الا ان اغلب النظريات كانت بتروح ان هو بالفعل برضه بيعتمد على فكره الميه، بيعتمد على انه الميه تتبخر من مفصلات الروبوت بنسب معينه، بحيث ان هي يا دوب
تخليه يتحرك، خصوصا وانه ما كانش بيتحرك غير خلال النهار بس، يعني طول الليل ما بيتحركش من مكانه خالص. وما اظنش ان حاجه زي كده ممكن نقول عليها مستحيله، لان كل شخص بيكون مبدع في مجاله بيقدر يعمل العجب. زي عندك مثلا تمثال العذراء المحجبه، التمثال ده من نحت الفنان الايطالي جيفاني سترازا، تقريبا هو ده النطق، ومنحوت من الجرانيت الابيض او من رخام كرارا على حسب ما قيل يعني، وبيصور فيه مريم العذراء خلف وشاح. ومن دقه النحت وحرفيه النحت تحس انه بالفعل متغطيه او يعني في وشاح حقيقي محطوط على وشها، الا انه الوشاح والتمثال الاثنين معمولين من نفس قطعه الرخام وتم نحتهم مع بعض. فهو كان عبقري في النحت لدرجه ان اللي هو عمله محير اكبر الفنانين والنحاتين على مستوى العالم لحد يومنا ده، وبيصنف على انه طفره في الفن ده. فبرضه مش هنستبعد حاجه زي كده لما نيجي نتكلم عن حد زي الجزري، خصوصا وان العلماء بعد كل التفكير اللي هما فكروا فيه راحوا برضه للي محدش اختلف عليه، وهو ان الجزري كان بيسخر فكره الميه او قوة المية أو بيستخدم دفع المياه ومفهوم الهيدروليك إلى حد ما في معظم الاختراعات اللي عملها، زي آلة رفع المية للسقاية مثلا. ده غير الآلات الموسيقية زي الفرقة الموسيقية اللي احنا لسه جايبين سيرتها من شوية، واللي بتعتمد بشكل أو بآخر على قوة دفع المية أو تسخير قوة المية. والحوض اللي كلنا بنستخدمه دلوقتي بمبدأه البسيط عبارة عن حوض فيه مية نظيفة، مجرد ما بتستخدمها بيكون في جنبها عتلة، بتسحب العتلة بيتم تصريف المية دي، وبيكون في جنبها برضو تمثال على شكل خادمة، مجرد ما المية دي بيتم تصريفها بيتم صب مية نظيفة مكانها بس كده. كتب الجزري موجود منها نسخ في كل مكان في العالم، وفي المتاحف العالمية زي مثلا متحف الباب العالي في اسطنبول، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن، ومتحف اللوفر في فرنسا، ومكتبة جامعة أكسفورد، وكمان تم ترجمته للألمانية والإنجليزية، وكمان أصدر معهد التراث العلمي العربي في حلب في سوريا سنة 1979 النص العربي الكامل منه. وصف اختراعاته زي ما قلنا في كتابه، لكنه وصف بالتفصيل الممل تركيب الساعات الدقيقة اللي أخدت اسمها من الشكل اللي بيظهر فوقها لما جبنا سيرة الساعة من شوية وقلنا اننا هنتكلم عنها قدام. يعني عندك مثلا في ساعة القرد، ساعة الفيل، ساعة الرامي البارع، ساعة الكاتب، ساعة الطبار. وحسب الروايات بيعتبر الجزري ساعة الفيل الضخمة هي اهم اختراعاته ومصدر عزه وفخره. وبخصوص موضوع الروبوتس فالمصادر ما كانتش عربية بس، يعني عندك مثلا دونالد هيل اللي قال ان الجزري صنع ساعات مائية وساعات بتتحرك بفتايل الاناديل وآلات قياس ونوافير وآلات موسيقية وآلات تانية لرفع المياه. وكمان اتقال عنه او ذكر ونقتبس، كما صنع ابريقا جعل غطاؤه على شكل طير يصفر عند استعماله لفترة قصيرة قبل ان ينزل الماء، لو تفتكروا شبه مبدا الروبوت او خادم الوضوء اللي لسه قايلين عليه. كمان ذكر ألدو ميلي ان الجزري صنع ساعه مائيه لها ذراعان تشيران الى الوقت، يعني صنع ساعه عقارب يعني. وختاما رحم الله العالم والمهندس والمخترع العربي والمسلم الجزري، الاب الروحي لعلم الروبوتس واول واحد صنع روبوت في التاريخ. ودي كانت نهايه الحلقه، نتقابل الحلقه اللي جايه في موضوع شيق يستاهل انكم تعرفوا عنه. رمضان كريم، نلقاكم على خير.